بماي فيلم مخرج الشاب محمد صباح. مع اليوم لنحكي عن فيلم التخرج تبعه. صباح الخير محمد. حيث لا شيء سوى الماء. صحيح. أو where there is nothing but water. هو فيلم تخرج من الماستر. صحيح. فيلم تخرج ماستر بالقلبة. بالقلبة. مبروك. ميرسي. محمد في يعني العنوان تبع الفيلم غريب جدا. شو الفكرة؟ هو العنوان بلش العنوان الأوريجينال هو الفرنسي هو لو شان دي سيرين وبعدين اجى العنوان بالعربي بالانجلي اللي هو حيث لا شيء سوى الماء. ليه هيك تغير الفيلم؟ الفيلم لانه بيحكي عن قصه عائله بس في باراليليزم مع ميت حريه البحر مع القصه الاغريقيه عن حريه البحر. فوجود المي هو عنصر كثير اساسي بالفيلم وهو بيعبر عن خنقه هيدي العائله اللي عم بلحقها خلال الفيلم لنوصل لمحل وين الخنقة صارت توتال وحيث لا شيء سوى الماء. خلص يعني رمزية من رمزية المياه لرمزية الحريات لرمزية العائلة اللي متضايقة كتير متشعبين ببعض. قديه قدرت تبلور هالرمزيات بخلال الفيلم؟ ما كان في صعوبة بهالموضوع؟ ما بتخيل كان في صعوبة لأنه كان عم يعني هلأ عم شوف إنه هيدا الشيء عم يوصل للعالم. والفيلم أخذ كتير وقت أنا عم فكر فيه وأنا عم بشتغل عليه يعني ما كان عم ينشغل بسرعة أبدا. فهول القصص أساساً مش من الأساس كانوا كلهم مقررين يعني مع الوقت أنا عم فكر بالفيلم صرت لاقي القصص لاير ورا لاير لحتى كمل كل يعني خلال كل السنة دراسية كنت عم بتبلور هالفكرة براسك قبل ما تبلش التنفيذ. صحيح. والتنفيذ قد ايه أخذ وقت؟ التنفيذ تقريبا 10 أيام تصوير وثلاث أشهر مونتاج. كم دقيقة الفيلم؟ 27. وهيدا بينعاد 10 أيام بينعادوا طوال لأ بهيك فيلم. صحيح. رح نشوف أول مشهد لنفهم أوكي. شوي الفكرة وبنرجع نتابع حديثنا. بعد واحدة؟ ليندا؟ ليندا؟ شادي إذا خلصت أكل فوت لجوا حبيبي. ما بدي. شادي ليندا في شيء لازم تعرفيه مدام طلع مع سرطان بالعظم كانسير دوس هلا في خانقة ألوان ما في شك وخانقة الجو نحن عم نحضر. صحيح. الفيلم مقصود هالشيء طبيعي لأنه الفيلم كله عم يحكي عن مثل ما قلت لك عن هيدا العائلة اللي عم تتفكك شوي شوي بقى طبيعي إنه معالجة الصورة وطريقة التصوير تكون تشبه هيدا الجو يلي شو هن معالجة الصورة وطريقة التصوير يلي استعملتهم؟ رحنا الكاميرا عم تلعب طول الوقت بين كاميرا كتير فيكس بكادرات تقال يا أما كاميرا وين عندك موفمانات كتير غريبين وعطول في حاجز بين المشاهد وبين بين الشخص يلي عم يتصور يعني عطول في غباشة بالصورة بطريقة فيها تزعج مع مزبوط. مع الوقت يعني مزعجة للعين نحن عم نحضر ما هي صحيح صحيح بس أنت عم تحضر الفيلم خلاص بتتعودي بتفوتي بهيدا النمط لأنه بتحسي أنه بيشبه هيدا الشيء شو عم بيصير الأحداث اللي عم تصير وبحرك يمكن أحاسيس المشاهد كمان بيصير عنده وكأنه زاد شعور الـ الأشخاص اللي عم نحكي عنه. رح ناخد وقفة قصيرة محمد وامنتي أوكي